تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى أجيال وأجيال للذين يتقونه. آه يا إلهي ويا رحمتي، ماذا علي أن أعمل كي لا أبدد العظائم التي تصنعها أنت معي؟ أنت تعرف حقا يا إلهي أنني في غمرة تعاستي ما كففت أبدا عن الإقرار بقدرتك وبرحمتك. أيها الرب الإله، إن كنت ما زلت تذكر آثامي فاصنع فيها يا إلهي مشيئتك، وأعمل فيها جودك ورحمتك فيتجلى بها فضلك. لا يمكنني أن أخاف من إله واضع نفسه من أجلي لهذه الدرجة، بل أنا أحبه لأنه ليس إلا حبا ورحمة. الرحمة موجودة دائما على رأس العالم، وفي الوقت الحاضر هي تعمل بعمق. الله يرى برحمة نفوسا لا تعرف رحمته. بما أنه برحمته يعطينا القليل من الوقت بعد، فلنبدأ بكل صلاح ولنعوض عن الوقت المهدور، فلنعد بثقة كاملة إلى هذا الأب الطيب الدائم الاستعداد لاستقبالنا بحب. يجب أن نفكر في محبة الله ورحمته. كم يصبر الله إزاء الخاطئ، كم يبحث عنه، وبأي رحمة يستقبلهم.